وعلى هامش اللقاء المفتوح الذي أقامته وزارة الشباب في المكتبة الوطنية، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن المجلس الشبابي سيضم ممثلين عن المحافظات الست، وأن هناك توجه أن تكون آلية الاختيار بالقرعة وفق ضوابط معينة، وإلا وألا يتجاوز العمر 35. الكل يعلم ان صرحنا قبل فتره في المجلس الشبابي راح يكون من جميع محافظات الكويت. الان قاعدين نحط دراسه اليه الاختيار، يمكن اقدر اقولها الان اليه الاختيار في توجه وان ان انها تكون بالقرعه وفق ضوابط معينه، يعني ما يتجاوز اعمار 35 سنه. الكل يتقدم وفق استراتيجيه معينه واليه معينه يتم تقديمه. في حال تم اختيار مجموعه او عدد كبير من الشباب انطبقت عليهم الشروط انه يمثل المجلس الشبابي، راح يتم اختيار 6 من كل محافظه بطريق القرعه.